بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم هسه أمل من قناة جرافيك زينة. النهاردة إن شاء الله هكمل معاكم شرح الأوتوكاد نسخة 2024، والنهاردة هتكلم عن الميجر أو الديستانس في برنامج الأوتوكاد، إزاي إن أنا أعرف الأطوال وأعرف المساحة لأوبجيكتس عندنا أو رسمة عندنا. أنا عندي هنا ريكتانجل زي ما احنا شايفين كده، وأنا هاجي أقول له ميجر، بفتحها بالشكل ده. عندي هنا في حاجة اسمها كويك ميجر، لو أنا دوست عليها كده وقفت هنا شايفين بيديني الطول والعرض على طول بيبينهولي. طيب انا هدوس بيمين ماوس انتر، هاجي عند تاني حاجه هنا اللي هي الديستانس، بدوس عليها وبختار اول نقطه وبختار تاني نقطه، على طول اداني الديستانس 1000، اهي ظهرت لي ديستانس 1000 زي ما احنا شايفين كده. طيب انا هاجي اخرج من الامر واجي عند الدايره دي وعايزه اعرف الريديوس بتاعها، هاجي اروح على ميجر وبعدين اقول له ريديوس واختار الدايره، على طول بيديني الريديوس بتاعها 500 زي ما احنا شايفين، اهو ظهر لي الريديوس، وبيديني كمان دايمتر اللي هو 1000. هاجي اخرج من الامر وهاجي عايزه اعرف الزوايا بتاعت التراينجل اللي قدامي ده اللي هو المثلث، هروح على ميجر واختار انجل واختار الخط ده وبعدين الخط ده، بيديني الزاويه بتاعته 46، اهي الانجل 46. لو انا عدت الامر تاني واخترت الانجل برضو واخترت الخط ده والخط ده، اهو اداني الزاويه كام؟ 43 زي ما احنا شايفين كده. الزاويه الثانيه اهي برضو انجل، واخترت الخط ده والخط ده اداني الزاويه 90 زي ما احنا شايفين. طيب هنيجي بقى على الاريا، انا هقول له اريا، انا عايزه مساحه الريكتانجل ده. انا هاجي اخد اول نقطه، تاني نقطة، تالت نقطة، رابع نقطة، وادوس بيمين الماوس انتر، على طول اداني المساحة اهي. اريا 50000 والبارامتر 3000 زي ما احنا شايفين كده، اهي ظهرت لي تحت هنا شايفين بالشكل ده كده. طيب هنيجي نعمل اريا بطريقة تانية، انا هاجي عندي مربع كبير وداخله مربع صغير، وهاجي اعمل اريا، هدوس على اريا وهاجي اختار اول نقطه الاريا بتاعت المربع الخارجي بالشكل ده كده، وهاجي تحت هنا اختار اد اريا، تمام، وبعدين اختار المربع الكبير اهو الاول واعرف الاريا بتاعته، ادي الاريا بتاعته ظهرت لي اهي، وبعدين اختار المربع الصغير وادوس انتر، على طول ضاف لي المربع الصغير. طب انا عايزه اعمل له سبتراكت اطرحه، هاجي اقول له اريا برضو وهنا اقول له سبتراكت اريا واختار الكبير بالشكل ده اهو، ادوس يمين ماوس انتر جاب لي المساحه الكليه للكبير، وبعدين هطرح منها الصغير انتر، على طول طرحه لي زي ما احنا شايفين كده اهو، ناقص 125، يبقى عمل لي طرح الصغير من الكبير. اخر حاجه عندي هنا في الميجر اللي هي الفوليوم، ودي خاصه بال3 دي، لما نيجي نشرح ال3 دي هشرحها لكم ان شاء الله. يبقى احنا النهارده اتعلمنا ازاي ان احنا نحسب المساحات ونحسب الاطوال في برنامج الاوتوكاد عن طريق امر ميجر. كده انا خلصت الدرس بتاعنا النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا منه. اذا استفدتوا منه ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب من اسفل الفيديو وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.